السي بن هنون الحارس الغني عن التعريف، الحارس السابق لفريق الكوكب المراكشي وحارس العديد من الانديه الوطنيه. اليوم تتاسس واحد الجمعيه اللي خاصه بالتدريب او تكوين حراس المرمى هنا في مدينه مراكش، وهذه ربما اول مبادره هنا على الصعيد المحلي اللي تقوم بها حارس سابق اللي هو السي بن هنون. كيفاش جات الفكره باش تاسسوا هذا الجمعيه او هذا المركز ديال تكوين حراس المرمى؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سي صابر. اولا الجمعيه في الحقيقه هذه فكره قديمه، يعني كنت هذا طموح ديال السي محمد بن هنون. كنت نطمح كي قالوا الاخوان ديالي وانا كنت نلعب، كنت نطمح انني في الاخر يعني في نهايه المشوار ديالي كنت ناسس واحد الجمعيه ديال تكوين حراس المرمى، نظرا ل يعني قله حراس المرمى في على الصعيد الوطني. كاينين حراس يعني معدودين على رؤوس الاصابع، ولكن تنفتقدوا بزاف ديال الحراس، حراس كبار اللي دازوا، السي بدو الزكي، السي حميد، والناس اللي يعني حراس، السي زكريا العلوي، السي رفاهيه، قوال كي قلنا قوال موهوبين. احنا في المغرب كنفتقدوا الحراس موهوبين، عاد تنفتقدوا مؤطرين اللي مؤطرين معدودين على رؤوس الاصابع يعني قلال. والحمد لله احنا قلنا باش نكونوا ان شاء الله هاد الجمعيه هذه ونعتنيو بالفئات الصغرى، نعلمهم قواعد حراسه المرمى، بمعنى نعلمهم يعني اول خطوه يعني داخل 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 المرمى، وتكون عندهم واحد لا فورماسيون، يكون عندهم واحد لا باس باش ان شاء الله يحسنوا من المستوى ديالهم ويكونوا ان شاء الله حراس في المستوى. احنا المواهب عندنا، يعني كاين مواهب كثيره وبزاف على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الوطني، كاينين مواهب في حراسه المرمى. اش اللي خاصهم؟ خاصهم هذاك التكوين اللي كان خاصنا احنا كحراس. احنا كنا كنمارسو ولكن ما كانش عندنا تكوين. الحمد لله دابا خدينا دي فورماسيون، خدينا ديبلومات اللي ان شاء الله غادي تساعدنا بزاف باش نكونوا حراس المرمى. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى، هذا باب مفتوح ممكن كنت عبدو ربي السباق باش تفتح هذا الباب. كنتمنى من الاخوان ديالنا لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الوطني حتى هما يبادروا بهذه البادره ويكثروا بحال هذه الجمعيات باش ان شاء الله يكون عندنا حراس في المستوى الكبير. سي بن هنون نشيروا بالنسبه للمشاهد الكريم انه بالنسبه لهذه الجمعيه فهي تاسست هنا بسيدي يوسف بن علي، هنا في دار شباب سيدي يوسف بن علي، ولكن اللي بغاو بالنسبه للوليدات اللي بغاو يلتحقوا بهذه الجمعيه او يتسجلوا عندكم باش انه يكونوا اللي عندهم حب ديال الحراسه المرمى، كيفاش غادي يتصلوا بكم او يتواصلوا معكم؟ اولا احنا درنا يعني باج في الفيسبوك، درنا العنوان ديال الجمعيه ودرنا الهاتف باش يتصلوا بنا. بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا مثلا الجمعيه ما غاديش تنحصر غير في سديوس او في مراكش، ان شاء الله غادي تتفرع في النواحي ديال مراكش، وممكن تمشي ابعد الحدود حتى النواحي حتى المغرب، يعني في جميع الطرق الوطنيه. غير احنا ان شاء الله ما غادي تكبر الجمعيه ان شاء الله من طبيعه الحال بالمعاونه ديال الناس المسؤولين ديال مراكش، بالمعاونه ديال الناس اللي يعني تتهمهم هذا البوست اللي هو غارديان دو بيت. غادي ان شاء الله نوصلوا جميع الطرق الوطنيه، يعني غادي يكون عندنا فروع في جميع النواحي، مثلا تحنا وتيتورير باغ اكزومبل، يعني في النواحي وممكن حتى في دول العسكر، يعني غادي يكون عندنا فروع، يعني الباب مفتوح لجميع الساكنه ديال المرمى وجميع المنخرطين ديال المرمى. ما كتنحصرش غير في سيدي يوسف، وان شاء الله الناس اللي غادي يعني يجيو ينخرطوا وديك الساعه غادي يتصلوا بنا وحنا غادي نقول لهم كيفاش غادي يتصلوا بنا ان شاء الله. سي محجوب التيكي الصحفي والاعلامي المقتدر والغني عن التعريف، اليوم حضرتي في هذا تاسيس جمعيه ديال حراس المرمى ديال جمعيه بن هنون، كيف تشوف هذه الجمعيه وهذا الوقيته اللي اختار فيها بن هنون باش انه ياسس الجمعيه ديالو؟ فعلا الحضور ديالنا كيف تبعنا جميع الجمع العام التاسيسي لجمعيه بن هنون لتكوين حراس المرمى، فهذه مبادره طيبه وخاصة على مستوى مدينة مراكش اللي كتفتقر بحال هاد الجمعيات هادو. ومحمد بن هنون كحارس مرمى معروف على الصعيد الوطني ماشي على الصعيد المراكشي، اللي عنده مواهب كثيرة في مجال حراسة المرمى، كنتمناو ليه التوفيق في المسار ديالو إن شاء الله، وكنتمناو أن المدرسة ديالو أو الجمعية ديالو تنجح وتنجح بامتياز، وحنا راه وراه ومن قدامه كإعلاميين وفي المؤسسة ديال راديو أم أف أم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بادره حسنه وبادره طيبه انها تنشئ واحد الجمعيه اللي خاصه بهذا المركز اللي مهم وهو مركز حساس
تاع حراسه المرمى، وتنعتقد بان الاخ بن عنون هو يعني كفيل باش ينشط هذه الجمعيه هذه، لانه عرفت عليه انسان مواظب وانسان عزيز عليه العمل مع الفئات العمريه الصغيره، وان شاء الله الرحمن الرحيم الى استمر في العمل ديالو يعني بموازاه الاخوه اللي غادي يشتغلوا معاه، فما يمكن لهذه الجمعيه الا تعود بالنفع على المنطقه وعلى الانديه اللي تابعه للمنطقه.